مشاهدي قناة مكتبتي التعليمية مرحبا بكم في صفحة مئة واثنان تقويم التعلمات ودعمها وتوليفها اذا سنشتغل على تقويم تعلمات الوحدة الخامسة اولا الاحظ وأكمل كما تلاحظون عندنا جدول الضرب ديال ستة أو ثمانية فستة في ثمانية هي نفسها ثمانية في ستة اما ستة ثمانية ديال المرات أو ثمانية ست مرات فستة في ثمانية يساوي ثمانية واربعون ثم سبعة في كم يساوي ثلاثة وستون؟ إذن سبعة في تسعة. سبعة في تسعة يساوي ثلاثة وستون. ثمانية في خمسة أو لا خمسة في ثمانية؟ في خمسه او خمسه خمسة ثمان مرات اللي هي أربعون. ثم تسعة في كم يساوي سبعة وعشرون؟ فتسعة في ثلاثة. ثلاثة في تسعة يساوي سبعة وعشرون. ثانياً أنجزوا. ثلاثة وسبعون في اثنان إذا اثنان في ثلاثة ستة اثنان في سبعة أربعة عشر فالجداء هو مئة وستة وأربعون تسعة في صفر صفر تسعة في ثمانية اثنان وسبعون ثم سبعة في ثمانية ستة وخمسون كنكتبو ستة ونحتفظ بالخمسة سبعة في ستة اثنان واربعون والخمسة سبعة واربعون إذن فالجداء هو أربعمائة وستة وسبعون ثالثا أكتب بالأرقام ما تشير إليه الساعة العقربية لاحظوا الساعة ذات العقربين فكما سبقنا وشفنا فقلنا بأن العقرب الصغير يشير إلى الساعات أما العقرب الكبير فهو يشير إلى الدقائق فمثلا هنا عندنا العقرب الصغير قرب للسبعة والعقرب الكبير غادي لتسعود إذا فهي السبعة قل الأربعة يعني السادسة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة ستة وخمسة وأربعين يعني السبعة قل الأربعة ثم العقرب الصغير غادي للعشرة والعقرب الكبير غادي لثلاثة إذا العشرة وربع أو لا العاشرة وخمسة عشر دقيقة ثم في هذه الساعة هذه العقرب الصغير جاي ما بين تسعود والعشرة والعقرب الكبير غادي لستة إذا تسعود ونص تاسعة وثلاثون دقيقة تسعود وثلاثين دقيقة رابعا ألاحظ وأكمل إذا فاللتر يساوي ماذا يساوي مئة إذا التدريجات الصغار غاديين بسنتيلتر عشرة عشرون ثلاثون سنتيلتر أربعون خمسون سنتيلتر حتى 100 سنتيمتر فكنلاحظوا 100 جات نيشان مع اللتر ف 100 هي نفسها لتر كمية الماء بالإناء هي فكنلاحظوا هذا الجزء الملون بالأزرق هي كمية الماء إذا فكمية الماء هي ماذا هي خمسون قلنا تدريجة الصغر بالسنتيلتر خمسون سنتيلتر إذا فخمسين زائد خمسين هي مية يعني خمسين سنتيلتر هي نصف لتر نصف لتر زائد نصف لتر يساوي لتر اللي هي مئة سنتيلتر خامسا أصل كل مجسم بنشره فعندنا هنا مكعب متوازي مستطيلات وهرم إذا كل مجسم غادي له النشر ديالو فالمكعب النشر ديالو باش غنتعرفو عليه الأوجه كلها متقايسة وعبارة عن مربعات إذا هاد الأوجه كنلاحظو واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة لاحظوا كلها متقيسة وعبارة عن مربعات إذا هذا النشر هو ديال المكعب أما متوازي المستطيلات فالوجوه ديالو عبارة عن مستطيلات إذا هادو كلهم مستطيلات فهذا متوازي المستطيلات فبقى الهرم الأوجه الجانبية عبارة عن مثلثات والقاعدة مربع إذا هذا هو النشر ديال الهرم سادسا ألاحظ وأكمل الجدول ثم أقارن إذن ستة في سبعة مع ستة في سبعة أنا إما كنقولوا ستة في سبعة ولا سبعة في ستة فهنا ستة في سبعة هي سبعة في ستة إذن هنا يساوي تسعة في ثمانية ثمانية في تسعة أيضا يساوي لماذا لأن تسعة في ثمانية تسعة ثمان مرات أو لا ثمانية تسعة مرات نفسها ستة ثمان مرات أو لا ثمانية ست مرات أيضا يساوي سبعة تسع مرات أو لا تسعة سبع مرات يساوي أيضا فبقنا نكمل الجدول ستة في ستة نجدول جدول الضرب ديال ستة هنا سبعة ثمانية تسعة إذا ستة في ستة ستة وثلاثون ستة. ستة في سبعة اثنان وأربعون ستة في ثمانية ثمانية وأربعون ستة في تسعة أربعة وخمسون سبعة في ستة اثنان وأربعون سبعة في سبعة تسعة وأربعون، سبعة في ثمانية ستة وخمسون، سبعة في تسعة ثلاثة وستون، ثمانية في ستة، ثمانية في ستة هي نفسها ستة في ثمانية ثمانية وأربعون، ثمانية في سبعة هي نفسها سبعة في ثمانية ستة وخمسون، ثمانية في ثمانية أربعة وستون. ثمانية في تسعة اثنان وسبعون تسعة في ستة هي نفسها ستة في تسعة أربعة وخمسون تسعة في سبعة ثلاثة وستون تسعة في ثمانية اثنان وسبعون وتسعة في تسعة واحد وثمانون سابعا أضع وأنجز إذا غادي نجزو هاد العملية هادي مئة وثلاثة في تسعة مئة وثلاثة في تسعة فتسعة في ثلاثة سبعة وعشرون نكتبو سبعة ونحتفظ بإثنان تسعة في صفر صفر زائد إثنان هي إثنان تسعة في واحد تسعة إذن فالجداء هو تسعمائة وسبعة وعشرون ثم بنفس الطريقة أربعمائة وثلاثة وعشرون في اثنان إذن بإمكانكم تحبسوا الفيديو وتنجزوا العملية اثنان في ثلاثة ستة اثنان في اثنان أربعة ثم اثنان في أربعة ثمانية إذن الجداء هو ثمانمائة وستة وأربعون نمر إلى الصفحة مئة وثلاثة تقويم أثر الدعم إذن ثامنا أصل كل مجسم بأثره فعندنا الأسطوانة الأثر ديال الأسطوانة فالأسطوانة كما قلنا تكون من قرصين ومستطيل إذن وجهين مستويين ووجه منحني الوجهين المستويين هما القرصين والوجه المنحني اللي هو المستطيل إذا الأثر ديالها غادي يكون هو القرص اما المكعب فالاوجه ديالو كلها عبارة عن مربعات فبالتالي الاثر ديال المكعب غادي يكون هو مربع وقلنا متوازي المستطيلات الاثر ديالو غادي يكون عبارة عن مستطيل التمرين التاسع الاحظ وارسم العقربين ذا العاشرة و عشر دقيقة يعني العاشرة وربع عشرة وربع غادي العقرب الصغير العشرة والعقرب الكبير غادي نديوه لثلاثة العشرة وربع الثانية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة يعني الوحدة قل ربع العقرب الصغير غادي يكون قريب الوحدة والعقرب الكبير غادي للتسعود الوحدة قل ربع ثم الثامنة والنصف إذا العقرب الصغير غادي يجي ما بين و وتسعود العقرب الصغير والعقرب الكبير غادي يمشي لستة باش كتجي تمنية ونص يعني العقرب الصغير ما بين تمنية وتسعود عاشرا اكتب الوحدة المناسبة لتر ولا سنتي لتر مكان النقط ماء معدني اذا هاد القرعة هادي فيها شحال ديال واحد لتر او لا واحد سنتيلتر اذا واحد لتر ثم في هذا الكأس عشرة سنتيلتر أما في الطنجرة هذه في خمسة لتر وليس سنتيلتر في السطل عشرة لتر كذلك عشرة يترو خمسة يترو لتر واحد هنا عشرة سنتيلتر التمرين إحدى عشر أكمل الترصيف نكملوا الترصيف واحد جوج ثلاثة وكنديرو واحد المستطيل إذن واحد جوج ثلاثة كنديرو مستطيل غادي ناخدو المسطرة مستطيل الطول ديالو واحد ثلاثة نزلو ثلاثة ثم كنمشيو واحد جوج ثلاثة كنزلو ثلاثة واحد جوج ثلاثة. ونديرو مستطيل اخر. ايضا نديرو واحد جوج ثلاثة. وجي هنا مستطيل. ثم واحد جوج ثلاثة غيجي هنا مستطيل ايضا واحد جوج ثلاثة ثم واحد جوج ثلاثة يجي خارج خارج هاد ثم واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة أيجي هنا مستطيل واحد جوج ثلاثة هني يعني مستطيل آخر واحد جوج ثلاثة مستطيل آخر فبقنا نلون المستطيلات باللون الأخضر من أي مستطيل رسمان نلونه باللون الأخضر مستطيلات بالأخضر اي مستطيل بالاخضر اي مستطيل بالاخضر ثم ما تبقى اللون بالأحمر. ما تبقى هو غادي يجي بالاحمر كما كان لونه. التمرين 12 ألاحظ وأكمل إذا 864 هي 8 في 100 يعني 800 زائد 6 في 10 اللي هي 60 زائد 4 اللي هي نفسها دائما 864 ثمانمائة زائد ستون زائد أربعة ثم خمسمائة واثنان وثلاثون هي إيه خمس يعني خمسة في مئة زائد ثلاثة في عشرة زائد اثنان هي إيه خمسمائتين اثنان وثلاثون ثم تسعة في مئة تسعمائة تسعه في عشره تسعون زائد تسعه تسعمائتين وتسعه وتسعون تسعمائتين تسعه وتسعون ثم خمسه في مئه زائد صفر في عشره دائما اي عدد صفر يساوي صفر صفر في عشره صفر زائد سبعه هي وسبعة خمسمائة وسبعة التمرين ثلاثة عشر أحسب وأقارن اثنان في ثلاثة في أربعة هنا غادي ثلاثة في أربعة اثنا عشر ونزلو بالاثنان إذا اثنان في اثنا عشر هي اثنان في اثنان أربعة اثنان في واحد اثنان إذا أربعة وعشرون ثم اثنان في ثلاثة في أربعة اثنان في ثلاثة ستة في أربعة ستة في أربعة أربعة وعشرون بأن اثنان في ثلاثة في أربعة يساوي اثنان في ثلاثة في أربعة فعندنا اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة عندنا الضرب كلهم ضرب إذا يساوي فالضرب تبادلي ما معنى تبادل؟ يعني يمكننا إيه نبدلو اثنان بثلاثة ولا ثلاثة باثنان وكيبقى نفس الجداء التمرين اربعة عشر اشترى احمد سبع مدلاجات من الزيت سبع مدلاجات من الزيت بسعة خمسة لتر يعني سبع مدلاجات بمعنى سبعة ديال القراعي ديال الزيت كل قرعة كتهز خمسة لتر واربع مدلاجات بسعة لتر وربعة ديال القراعي اربعه ديال القنينات او المدلاجات كل قرعه كل قنينه السعه ديالها لتر واحد ولاحظوا واحسب كميه الزيت التي اشتراها باللتر شحال شرا ديال الزيت ثم ثمن شراء الزيت بالدرهم اذا غادي نحسبو شحال باش غادي يشري شحال باش غادي يشري سبعه المدلاجات وربعات المدلاجات اذا اول حاجه غادي نحسبوه. كما مطلوب منا كميه الزيت التي اشتراها باللتر إذا اشترى سبع ميدلاجات بسعة خمسة لتر سبعة ديال خمسة لتر سبع ميدلاجات سبعة ديال, دي سبع سبع ديال القراعي كل قرعة خمسة لتر إذا لتر كتعاود سبعة ديال المرات سبعة في خمسة ثم أربع ميدلاجات كل ميدلاجة فيها لتر واحد إذا لتر كتعاود ديال المرات يساوي سبعة في خمسة خمسة وثلاثون أربعة في واحد أربعة من خمسة وثلاثون زائد أربعة تسعة وثلاثون لتر كمية الزيت التي إشتراها باللتر تسعة وثلاثون لتر من كمية الزيت تسعة وثلاثون لتر تسعة وثلاثون لتر ثمن شراء الزيت باللتر فكما لاحظوا عندنا لتر واحد ب12 درهم 5 لتر ب60 درهم كن 5 لتر ب60 درهم 5 لتر ب60 درهم او 12 لتر او لتر واحد ب12 درهم وهو شرا سبعه ديال القراعي ديال 5 لتر اذا 7 وكل 5 لتر بشحال من درهم ب60 درهم اذا 7 في 60 درهم قلنا شرا سبعة د دي المدلاجات ديال خمسة لتر وكل خمسة لتر بستين درهم إذا شحال باش غادي يشري سبعة يعني ستين غادي يعني تعاود سبعة ديال المراش غادي نديرو سبعة في ستون سبعة في ستين غادي نخدموها سبعة في صفر صفر سبعة في ستة اثنان وأربعون ثم ربعة ديال المدلاجات كل قرعة ولا كل بيدوب اثناعش درهم إذا أربعة في اثناعشر أربعة في اثناعشر هي أربعة في اثنان ثمانية ربعة في واحد أربعة دابا شحال باش غادي يشري سبعة مع أربعة غادي نديرو الجمع ديال ربعميه وعشرين زائد تمنية وربعين تمنية ستة أربعة إذا غادي يشريهم بربعميه وتمنية وستين درهم ربعميه وتمنية وستين درهم أربعة ومئتين ثمانية وستون درهما إذا غادي نعاودو الطريقة كيفاش حسبنا باش غادي يشري الزيت فقلنا سبعة ديال سبعة كل بيدو كيدير ستين درهم يعني ستين مضروبة في سبعة هي ربعميه وعشرين ثم أربعة ديال القراعية ولا ربعة ديال وكل بيدو بطناش درهم إذا طناش في ربعة او ربعة في طناش وكنحسبو سبعة في ستين ربعميه وعشرين وربعة في طناش 48 وربعين وكنجمعو وعشرين زائد ثمانية وربعين تمنية ستة ربعة. 468 درهم. التمرين خمسة عشر أكمل رسم المستقيمات للحصول على مثلث وأكمل تلوينه. غادي نكمل رسم المستقيمات باش نحصل على مثلث نكمل تلوين دياله. كمل الرسم ديال هاد. نحن حصلنا على الراس الاول ثم بقى هذا حنا حصلنا على الراسين الاخرين حصلنا على مثلث بقى لنا نكملوا التلوين ديالو نلونوا هذه الزاويه هذي. ثم هذه الزاوية ثم هذه الزاوية وبهذا نكون قد رسمنا مثلثا ولوناه باللون الأزرق وهكذا نكون قد أنهينا تمارين صفحة 103 نلتقي في الصفحة 104 أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي ظاهرة أمامكم في ليست أو بالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء